Of course, today, 10th of January 2023, we are here to witness a crucial aspect of our assigned task as enshrined in Article 6 of the ceasefire declaration, which is the disarmament, demobilization, and reintegration process, program. Of course, this step will assist to restore constitutional order and guarantee safety and peace for all. Pretoria and Nairobi, Meseret Keru, Kfitsams Gubo, Amirat Kurds Gubo, Nai disarmament Srah. حجي لو ما أنت بقلي جميرنا لنا بقولع بقولع تأكي وزنا ورا كبرت براتات بسار من أي مقوار صرح لو ما أنت بقلي كل زمل كوتا أكل أبو استراخ أقوله تقوار أو جيرنا لنا سلام أو زخونة نيرخ كب جزيان يرونا سلام أو زخونة نايم تحقق عز جزيان يرونا زقولي ولا حد حارين نقرات هاليوم بعد سالنت كنا معرار يوم كم نخل تحاسيبو بمسورو تقن تناير حق بسرعات أوفشالي جميرنا يو ألنا مالتي كالو سايتات كلونا يوم بتمساس على من قدي زخولو ناي أي رايل سايت ألنا كالو تمساس على عينت تحستو زلوهم بقال سالنا تكن شهر حمز قبعنا سرحتي اللونا نسوم كاحن كسلينا لزيد هر حجي سلام بر نزخونا خالي متنقاس برز خفت نجر كلو نحم زي خيل امينا نقصاص علينا سلام نخلنا علي سلام زد ليو حزب انت ليو كاب تقرا حزب لعل خونا يخيل انت ناس معرو يزخو لي سلام حزبنا يدلينا اي سلام نخلنا يدلينا اي السلام عليكم نتات كفتر كلنا وبعامنا هنسرحنا يعني لي بقولوا مسارات يتلا يوغرا سينو عندي تيتوبيانن هزي بمنسات ولتوم يتاتكو هايل يغرا سم منتا ادركو تتقوج مفتات قلبت بلو بقولوا مسارات بتغبابانو مسارات انيام كالنبت يمكلاكل قطنا TDFM شكاية زبت بسلام بمقبابات بفكر ودا زيج ودا أقولا متنال بزاري ولتم بأقولا يكبان مساريوش بتسابة سوبت بوتاوي تغنى انتن تتكوشين كوترن تركبانال